كهربا، محمود كهربا هيدفع الغرامة. لا مش هيدفع الغرامة، جاهز الغرامة. لا ما جهزش الغرامة. هيدفع نصها. لا مش هيدفع نصها. خلاص هيتوقف. ده من ايام ما انا كنت في ثالثة ابتدائي بيقولوا لي محمود كهربا مش هيلعب كورة. وانا اقول لهم يا جماعة هيلعب والله. والله في يناير هيلعب. والناس تقعد تخش تتكلم. طيب اللي 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 الغرامة جهزت. لا ما جهزتش. كلام كتير جدا وكثير جدا. خلوني اخد المستشار الصديق العزيز الاستاذ اشرف عبد العزيز. اولا الاهلاوي الصعب والمستشار العظيم. استاذ اشرف مساء الفل. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ ربنا يكرمك يا رب. صوتك رايق بعد ما الاهلي خد ال11. ياه ده يعني شفنا 70 دقيقة ولا 75 دقيقة صعبة قوي. بس انت يعني صوتك رايق بعديها. جدا. انت كلمتني تاني يوم كان صوتي رايح. شفت. بس لقيتك يعني السعادة طاغية يعني. طبعا. الاهلي دايما مصدر سعادة. انا عايز اقول بس الناس ان المستشار اشرف عبد العزيز بيتعامل مع الاهلي كمشجع درجة تالتة. يعني الناس ما تعرفش انت بتعمل ايه. يعني انا مش هفتن برضو. انا مشجع درجة تالتة بجد. ما انا مش هفتن بقول يعني انت بتعمل ايه. خلي الناس برضه واخده الصوره بتاعت البدله والكرافات والقعده والمتاع. يعني خلي يعني انا مش عايز اقول مع بعض على ماتش الاهلي والهلال. انا وحضرتك احنا مش ده احنا مشجعين درجه ثالثه بجد. ده اكتر من الثالثه. طبعا. طيب المستشار اشرف يعني اولا ابارك للشعب المصري على تاهل المنتخب لبطوله الامم الافريقيه. تمام. فوز كان مهم امبارح بصراحه وتاهل مريح جدا يعني حاجه جميله صراحه. طبعا. وفيتوريا والله عامل نتائج رائعه جدا. انت عارف فيتوريا ده لعب 6 ماتشات ودي ورسمي كسب الست. طبعا التصنيف كمان هيعلى. وهو كمان يعني هو نجحه كمان كمدير فني معانا قبل ما حتى الناس بعض بيبقى في بعض الاراء بتختلف وتتفق على الاداء الفني، لكن الراجل في نتائجه لعب 6 كسب 6. طب انا عايز ايه؟ يعني ده اولا. ثانيا مبروك لبعبع افريقيا. بعبع افريقيا. ساتالانا. مبروك لجمهور النادي الاهلي العظيم الكبير. وبعدين يا فتى النايب بعبع افريقيا دي بجد. بالارقام. 11 رقم دوري ابطال. رقم كبير طبعا. طبعا. تيشيرت النادي الاهلي يا فندم بيخوف. عليه 11 نجمه. مظبوط. بطولة افريقية. دوري ابطال. انت عارف ده معناه ايه؟ معناه كتير. لا ان في كل ماتش يقدر كل لعيب ينزل في الاهلي مش شايل كاس. ما هو 11 والملعب. لا وفي حاجة. مش الملعب فيه 11 لعيب. وعايز ابارك طبعا لابني. صح. وعايز ابارك لابني وحبيبي. رامي ربيعه ده لوحده. خمس كؤوس. انت عارف هو خلاص باين له كاس ويقرب يبقى زي وائل جمعه. وائل جمعه 6. مش فاكر مين تاني مع الكابتن وائل جمعه. يعني رامي خلاص بقى له سنه. فانا هكلم كولر يكمل معاه سنه بس عشان ياخد السته ومش مشكله بعد كده. لا رامي هيكمل ان شاء الله. انت عندك معلومات يعني؟ ان شاء الله. لا انا انت عارف النادي الاهلي ما تاخدش معلومه من حد. بس دايما النادي الاهلي تاخد. بس اللعيبه انا عارف ده انت اللعيبه يعني اصدقائك جدا. اللعيبه كل يعني معظم لعيبه النادي الاهلي اصدقائي وحبايبي واولادي. ده غير ان انت محامي معظمهم يعني من قديم. من قديم الزمن من ايام حسام حسن وابراهيم حسن والحضري. طيب واستاذ اشرف بقى خلينا نتكلم على القصه بتاعت الكهرباء. وانا هسال حضرتك اسئله ولو عايز حتى تبقى الردود سريعه ماشي. عايز نسترسل فيها ماشي بس عشان نحط قدام الناس الكهرباء. الموضوع لانه قبل الزملكاويه او جمهور كره المصري برضو حتى الاهلاوي عايزين يطمنوا ان الكهرباء دلوقتي اصبح مؤثر هداف الاهلي في دوري ابطال افريقيا في زمن قليل. يعني هو لعب في يناير في النص الثاني من يناير فختم هو هداف الاهلي بقى مؤثر مع الاهلي ورجع لمنتخب مصر فبقى لعيب. يعني الجمهور بقى قلقان انه ممكن لا يتواجد. يعني تقدر تقول عليه صفقه القرن. 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 صفقه القرن. يعني ماشي يعني 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 نجم الشباك ده بيقول حاليا. حاليا هو نجم الشباك. يعني حاليا في الاهلي الحقيقه هو نجم الشباك. ف
ورجوع للمنتخب كان سر. انا بكلمك الميزه في كهربا ايه؟ انه في الخمس شهور عمل حاجات كتيره جدا زمن قياسي. الحمد لله. لا لعيب بعد سنه غياب، الناس بس ناسيه كمان انه حتى الست شهور بتوع تركيا لما راح هو ما شاركش بشكل كبير. ده فندم دعاء والده ووالدته. دعاء جمهور النادي الاهلي. اجتهاد. وطبعا كل بس انت برضه كان ليك دور مش عايز اقوله. انا دوري مع كهربا، كهربا ده ابني. ما انا يعني بجد. يعني كان في برضه شويه تفاصيل كده زمان كنت بتعملها معاه، يعني ابني بجد. والتزام وتظبيط حاجات كتيره جدا في شخصيته الحقيقه، والوقت بقى لعيب يعني حتى على المستوى الشخصي بقى يعني ملتزم، وبقى انسان يعني خير وراقي، وبقى عنده صفات كتيره جدا ساعدت الحقيقه في تطويره بقى بصراحه، يعني غير الكوره يعني وصفات الكوره طبعا وكونه لعيب كبير يعني. لكن الناس الجمهور بقى عايز يطمن. اطمن اتفضل. مبدئيا انت يعني في شهر يناير لما عملت معايا مداخله فبقول لك انه انا كنت براهن من شهر 8 و9 ان كهربا يلعب في يناير لو تتذكر، والناس كانت بتهاجمني وانا كنت مصر على المعلومات اللي عندي. وثم لعب كهربا فعلا في يناير في 11-1. في 11 واللي طلع وقتها قال لك هتوقف، ده هو بس ماتش وهتوقف، هيقعد ست شهور، توقف ست شهور جداد، والفيفا قال والفيفا انت قلت لي جمله في شهر يناير، قلت لي نتقابل في اغسطس. نتقابل في اغسطس. فانا ما فهمتهاش غير الايام دي. نعم. يعني عايز اقول يا ابن الايه يا سياده المستشار. يعني انا ده سؤال كمان يا فندم، ازاي سموحه لعبت هو موقوف؟ وان سموحه تقدم شكوى ازاي؟ وان سموحه تقدم شكوى والحاجات دي كلها بالظبط. تمام. وحتى في شكوى راحت اتحاد الكوره ورجع المهندس فرج عامر قال لا واحنا غير صحيحه وهنسحبها والكلام، كان اداني ما خدش بالي. ايوه هو لاعب قانوني، كهربا لاعب قانوني، ده لعب فاينل افريقيا يا فندم. يعني لعب ماتش سموحه وماتش الزمالك ثم خلاص لعب الماتشات يعني كلها بقى. بس انت قلت لي نتقابل في 8، يعني هو حتى لما لعب في يناير كانت القصه ان هو هيلعب ثم يسدد فيروح الاستئناف، الاستئناف ما اعرفش الموضوع يروح فين، لا فضل المنازعات. انا زعلانه جدا يا فندم النايب لما قلت نتقابل شهر 8. لا ما انا بقول لك يعني احنا قعدنا كل شهر بنقول ايه راح فضل المنازعات، اصله خلاص ادوا له 60 يوم، ادوا له 40 يوم، ادوا له 30 يوم، اصله خلاص ما اعرفش ايه، قعدنا في القصه دي لغايه دلوقتي احنا داخلين على النص التاني من 6. نعم. فانت سيادتك في يناير قلت لي نتقابل في شهر 8. ايوه. ده 8 بقى عليه شهر. فطلع كلامك صح. يعني الحمد لله. الحمد لله. وهو لغايه دلوقتي انت لسه مصر نتقابل في شهر 8 ولا ممكن يبقى في شهر 7؟ ممكن يبقى بكره. ممكن يبقى بكره. طب هسال سيادتك بعض الاسئله بقى اللي هي توضح الصوره للناس. مبدئيا كهربا مبلغ الغرامه بتاعه جاهز عنده؟ احنا بنظبط تفاصيل أمرنا. من غير تفاصيل، مش عايز تفاصيل. او لا يسأل ربنا. جاهز يا فندم. كامل. تمام. 2، كهربا من حقه وفق الحكم بتاع الكاس انه هيدفع نص الغرامه والنص التاني بالتضامن مع النادي البرتغالي، فهيدفع دلوقتي لحين. صرحنا قبل كده بالتضامن ده اللي هو اي حد جاهز لازم يدفع. تمام. عشان النهارده لو دفع نص الغرامه والنادي قفص البرتغالي ما دفعش نص الغرامه الثانيه مش هتوقف العقوبه. بالظبط. تمام. فانا برضو اللي عايز اوضحه للناس هو هي الغرامه مناصفه لكن تضامنيه. لكن مناصفه. ايوه مناصفه. والموضوع ده ما فيهوش جدال. بتكلم من ناحيه قانونيه. تمام. بنوصل لحلول مع يعني في مفاوضات ساريه دلوقتي. ده اللي بيخلينا لحد دلوقتي بنقول ايه هندفع في خلال ساعات. حاضر. بنمشي على الوعود. تمام. النادي قفص. تمام. شغالين فيها. لك فالمفاوضات مع قفص جاريه دلوقتي. جاريه طبعا. قفص. طيب النادي اوريدي كان عنده مشكله بس اتحلت والنادي رجع تاني وتواجد في الدوري البرتغالي ومفيش مشكله. وقلنا الكلام ده ومحدش صدقني. بس رجع. ما انا عشان كده انا خلاص انا امنت. فعشان كده بسال سيادتك يعني. طب 3، النادي البرتغالي اللي انا عرفته انه كان بيتباع وهتباع وفي فكره ان كان حد عربي ممكن يخش ياخده، الكلام ده لسه موجوده مع مش متابع ولا حضرتك ما عندكش؟ اعتقد انه موجود بس طبعا يعني انا ايه مش هصرح بحاجه. طب الموضوع ده بالذات لان الموضوع ده ما يخشش انا. لا يعني انا مش عايز تفاصيل. اعتقد
تمام خلاص، والتفاوض شغال على نص الغرامه بالظبط كده. طيب رابعا، لكن كهربا هيدفع مؤقتا كل الغرامه لحين استرداد الفلوس دي من نادي البرتغال بالظبط كده. طيب خمسه، انتوا بعتوا للفيفا حضرتك وفي المحامي اللي هو السيد علي عباس المحامي الاخر التونسي. هو الاستاذ علي عباس هو القائم باعمال القضيه بالكامل على فكره. تمام، والتخاطب مع الملف معاه ومع كهربا. تمام، عشان في ناس تطلع تقول ايه اصل اسمه مش مكتوب في ال... يا استاذ الفاضل انا راجل محامي جنائي. تمام، ولكن كهربا ده انا المحامي بتاعه. تمام، فبدير شؤونه القانونيه. تمام، انت فاهمني حضرتك، فانت مشرف على الملف كله طبعا من الناحيه القانونيه. طبعا. تمام تمام، لكن الاستاذ علي عباس هو اللي بيخاطب وهو اللي بيتفق وهو كمان اللي بيقول برضه فتوى، هو المحامي المتخصص الدولي الرياضي. المتخصص في الحكايه دي. نعم. تمام، فعلا تم مخاطبه الفيفا ان احنا جاهزين او الكاس عشان نعرف رقم الحساب اللي هنودع فيه الفلوس واحنا جاهزين ندفع. ايوه، ده المخاطبه دي رسمي. طب اقول لحضرتك على حاجه. قول يا فندم. كهربا جاهز. تمام، وخد مني الخبر ده. عمرنا ما هنسيب الفتره وكهربا يتم ايقافه مره اخرى. يعني مش هتغامر. لا. تمام، فهنقول للناس انسى حكايه الايقاف دي مش هتبقى موجوده. لا ما يخافوش، الجمهور النادي الاهلي ما يخافش من حاجه زي دي. تمام، وجمهور نادي الزمالك يطمن ان الغرامه جاهزه تدفع. طبعا برضه عشان يبقى في الاخر. طبعاً. في الاخر في الطرفين كل واحد ليه حقه يعني. طبعا. طيب انتوا في انتظار الفيفا ولا الكاس؟ الفيفا اللي هيرد يقول لكم الحساب اهو. بص التفاصيل دي طبعا مع علي عباس. مع علي عباس، لان ما اقدرش اخش فيها. طيب. واتكلم، ممكن الكلام ده يعمل مشكله. ماشي، يعمل له مشكله. لكن انتوا في انتظار الرد اقصد. يعني اعتقد كده. تمام، والفلوس جاهزه مفيش اي مشاكل. طبعا. طب ايه الكلام الجامد ده؟ طيب اللي عايز اقوله. طب انا هسالك سؤال عشان جالي معلومه اخر حاجه بس والنبي وحضرتك اللي هتاكدها لي. حد قال لي ان في احد المحبين ورجال اعمال المحبين جدا للنادي تضحك لو لسه قلت حاجه هيدفع هيدفع او دفع او حاجه كده 35 مليون ولا 40 مليون حاجه كده او 30 مليون صح؟ مش عارف يا بيه والله. ده انت اللي بيه يا اشرف بيه. مش عارف. مش عارف بالذمه. معرفش معرفش. طيب ماشي ماشي، بس انا هجيب التفاصيل بقى وهقولها. جيبها بعيد عني. وهقولها. جيبها بعيد عني. طيب بس بعد ما اقولها وبقول لي كان صح ولا غلط. ولا هتكلم خالص ولا هرد. ولا هرد. طيب خلاص، اذا الموضوع بالنسبه لكهربا والمسؤولين القانونيين على الملف اللي هو سيادتك والاستاذ علي عباس والنادي الاهلي النادي المسؤول اللي بيلعب ليه كهربا بالنسبه لكم، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. محسوم يعني. النادي الاهلي ملوش دعوه. انا فاهم فاهم. بس هو عايز يطمن على اللعيب بتاعه اكيد. طبعا طبعا، يعني اكيد في تواصل مع الاهلي لان الاهلي برضو باني امور فنيه كتير على تواجد كهربا. اكيد طبعا اكيد. طب الملف ده كله على بعضه كده يتقفل امتى في رايك؟ يعني ما انا قلت لحضرتك احنا منتظرين حاجات معينه لانهاء هذا الامر برمته. لكن اللي عايز اقوله بقى طب سؤال بقى معلش اخير، وانت قانوني بقى بعيد عن القول، انت لما بتبعته للفيفا او للكاس او وات ايفر الجهه اللي راح لها الخطاب ان احنا جاهزين قولوا لنا الحساب، يعني ده بيغلق اي شكاوى من الطرف الثاني؟ يعني لو الزمالك بعت. هو حضرتك انا بقول لحضرتك في حاجات انا مش هتكلم فيها. ليه؟ دي حاجات ثغرات للاستاذ علي عباس هو يتكلم فيه. مش انا. انا راجل بدير ملف موكلي. اللي هو انا المحامي بتاعه. اللي هو كهربا. يعني انا اقصد بعيد عن كهربا، طب لو انا متهم او عندي مشكله ما وطرف اخر بيقول ان انا ما سددتش، فانا بعد بقول يا جماعه انا هسدد خلاص، قولوا لي هسدد ازاي؟ الطرف الاخر لو بعت اي شكوى فيا انا كشبانه. انا كده وقدت كل حاجة باثبات نيتي في السداد. قلت لحضرتك يعني كهربا لا يمكن ابدا يضع يتعرض للايقاف، الموضوع ده انتهى. بالظبط. هو برضو ده التاني اللعب والجوان. طبعا. مش كده؟ طبعا. وبعدين ما يفازر مع كولر يا ده.
فظيع. وبعدين قال لك صحوني على ال 12، نام وخد ال 11 في حضنه. صحوني على ال 12 قال لك صحوني على ال 12 يعني. ده انا بقول له مبروك يا كهربا، قال لي دعينا ال 12. قلت له يا ابني افرح. طب سياده المستشار، احنا عندنا كتير امور قانونيه بعيد بقى عن قصه كهربا ولوائحيه محتاجه استشارات فنيه هنفتحها الفتره الجايه، فهنحتاجك معانا كده ان شاء الله في حلقه. عارف ان انت صاحب وصديق في اي وقت تطلبني انا تحت امرك. انا هحتاجك معانا في الاستوديو في حلقه كده نقدر نتكلم في امور عشان نقدر نساهم في الامور ده على المستوى حتى اللوائح في مصر يعني. بشكر سياده المستشار اشرف ابو عزيز، بشكرك يا فندم شكرا جزيلا، والكلام واضح وقال عينك يا تاجر لغلق هذا الملف نهائيا. كهربا خلاص عايز يدفع، والزمالك خلاص هياخد فلوس. جابت الفيفا ولا الاتحاد ولا المحكمة الرياضية تبعت تقول عايزين على انهي حساب في الزمالك، مفيش مشكلة يعني. سطلانة يا جماعة ولا ايه؟ سطلانة.